وقف انت. من انت؟ انا صابر ساري بن عمي. صابر، شو اللي جايبك بهالوقت؟ في حدا معك؟ لا. شو اللي جايبك؟ شو في يا صابر؟ وش بتقول؟ هذا اللي صار. وانت كيف تقبل؟ يا سال شو عمل؟ إذا كانت غزالة وافقت. وافقت؟ وافقت عشان تحميك يا عمل. ساري، غزالة تتجوز البيك؟ رفضتني عشان تتجوز البيك؟ البيك اللي ذبح أبوها؟ وانت يا هامل طلعوك من الحبس عشان تتجوز أختك؟ هاك ساري، لا تذبحها. بدي أذبحها وأخلص عليه. اذبحني يا ابن عمي، اذبحني إذا كان بريحك. أنا أصلا مش طايق هالعيشة. اخذ الشيطان يا ساري. شو اللي صار؟ انت ولاد عم جوز اختها للبيك. مش في ايدي يا ساري، مش في ايدي. غزالة هي اللي وافقت. اذا وافقت ما لك حق يا ساري. وافقت عشان تحميها الهامل. المهم مش غصب عنها، كل شيء قسمه ونصيب. هاي قسمه وهي نصيب، كل شيء بياخذوه منا واحنا قاعدين نتفرج. قم لك روح، بديش اشوف وجهك مره ثانيه. اطلع. لا يا ساري، مش مروح، انا جاي اقعد معكم هان. خلص، ما ضلش ابكى عشان هناك. يا صباح الخير يا عروس. أهلين، صباح النور. مبروك يا ست العرايس. مبروك عليش يا خالتي، تركني وراح طلع من البيت مثل الحرامي. من أول هي غزالة؟ قسمتي ونصيبي. نصيبك حلو وما في مثله، هذا البيك وانت مرت البيك. ما حدا بعرف بهالحكي يا خالتي. بكرة إن شاء الله الحال بتغير، وربنا برزقك بولد. أصبر انت بس يا بنت الحلال. هيني صابرة يا خالتي. قومي افطري، جبت لك فطور عرايس. يلا قومي. مليش نفسي خالتي. اي قومي عاد بلاش دلع، قومي اقعدي. صابر، ما تواخذني غصبا عني يا ابن عمي. انا مش زعلان منك يا ساري، انا زعلان على حالي. انا بستاهل اكثر منك، انا بستاهل الموت. صابر، انت مش قدهم. عميت، بدنا نصير قدهم. عميت